أربع أطفال في المدرسة دي، أطفالي دلوقتي أصبحت مش في أمان. بالمنظر ده مدرسة من سنة 48 كلها شروخ وكلها زي ما حضرتك شايف هي مشرخة ومشرحة. أدي الشروخ أهي. أطفالي دلوقتي ما أصبحتش ما بقتش في أمان. بتطالب بإيه؟ بتطالب بإيه؟ بإزالة المدرسة دي وإنشاء مدرسة أخرى للأطفال، علشان أطفالنا دلوقتي ديت مدرسة بتضم أحسن من ثلاث بلاد. قرية أبشيش بعزابها، عزبة مرهم، عزبة أبو زكري، عزبة سيدي حنان، لما البلد بحالها بعزابها فيها أكثر من 4000 طفل. فلو ديت انهارت على الأطفال ديت هنبقى نعمل إيه يعني؟ هنستنى الحلول بعد ما تقوم الكارثة؟ في قرية أبشيش تابعة لمركز البابور محافظة الملوكية. دلوقتي احنا جينا لقينا المدرسة مشرفة وفيها تنميل، وطلبنا بعض المسؤولين عشان نشوف المدرسة دي هل لها إزالة ولا لها إيه. طبعا كان جاي لها قرار إزالة من فترة، منعنا أولادنا إن هم يروحوا المدرسة، خايفين عليهم لأن طبعا أطفال. أنا ليا أربعة، ليا اتنين وأخويا اتنين في قلب المدرسة دي، وأنا من ضمن الناس اللي أختي توفت في الأسانسير بإزالة المدرسة. مش كل مسؤول نايم في مكتبه لغايه ما يحصل كارثه. بس احنا مش مستنيين الكلام ده.